اهلا بيكم معانا في فوتوشوب سهل بالعربي. النهارده هناخد الظل لليفل تاني، بان احنا ازاي نعمل ظل على مستويين في زوايا مختلفه، او مستوى كان حيطه والارض او ما شابه ذلك. هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنعمل عشان نعرف نظبط الاتجاهات بتاعتنا، هنعمل حاجه اسمها جايد لاي اوت. ده بيقسم لك الشاشه كمربعات عشان تعرف تاخد المسافات وتعمل الخطوط بتاعتك يبقى بشكل صح. اول حاجه هنقول له اوكي تمام. بعد كده هختار البن تول من هنا، هختار ان انا ارسم الارض بتاعتي. هحط اول نقطة هنا، واحط مثلا النقطة التانية هنا، و هطلع لفوق. اوكي طبعا انا مش عايز فيلينج، انا عايز بس لاين. انا بعمل بس خطوط. اوكي كده هختار اللاين مثلا 4 بوينتس عشان يبقى باين معايا، وهختاره باللون الاسود. تمام انتر. بعد كده هعمل بلين جديد. اوكي وهعمل خط تاني من هنا الى هنا. تمام كده بقت عندي شكل الاوضه كانها اوضه. طب الاوضه هنحط فيها ايه؟ ممكن نحط فيها شجره، انتر. تمام طبعا الشجر ممكن يديها لون يبقى ظريف. اوكي كده بعد كده هنعمل لها شادو زي ما اتعلمنا بالبيفل اند امبوس بالافكتس بتاعتنا. هنعمل دروب شادو بغض النظر عن زاويته لان احنا هنفصله بعد كده. اوكي تمام. بعد كده بنرايت كليك على الشادو كرييت لاير. اوكي هنعمل لاير جديده. تمام بنقف على اللاير بتاعتنا، بنعمل لها روتيشن 90 درجة. تمام كده في، ببتدي احركها للمكان اللي انا عايزه. اوكي كده وطبيعي الظل بيبقى اكستندد شوية، فممكن اعمل لها اكستنشن شوية للظل بتاعي بالشكل ده. طيب اللي فاضل لي انا عايز اخد الظل ده واعمله يبقى ريفلكتد يطلع على الحيطه. ممكن اعمل كده ازاي؟ اول حاجه اللاير بتاعتي دي هعمل لها دوبليكيشن، هعمل لها كنترول جي فهدي نفس اللاير مره ثانيه. اوكي في لاير فيها هخليها بس الجزء اللي هي على الارض، وفي اللاير الثانيه هخليها جزء اللي هو موجود فوق على الحيطه. فاللاير الاولانيه، او ممكن في طريقه ثانيه هنشوفها بس ممكن في فيديو جاي، بس على الاقل النهارده هنعمل الجزء ده. هو اللاير الاولانيه دي هتبقى اللاير الداون بتاعتنا فهخليها زي ما هي، واللاير اللي فوق دي اللي انا هخليها هقدر ان انا عاوز ان انا اقسمها. طب هقسمها ازاي؟ وانا واقف على اللاير الاولانيه دهيت او التوب لاير بتاعتي دي اللي هخليها ريفلكتد على الحيطه. طب ازاي هخليها ريفلكتد على الحيطه؟ هستخدم خاصيه اسمها البرسبكتيف وورب. البرسبكتيف وورب ده هو بيحتاج انك تحدد بلين اللي انت هتحرك فيه الصوره او حرك فيه جزء من الصوره. تمام انا لسه ما حددتش البلين لسه طالما جريد، فباجي هنا بعمله موازي الى الحيطه بتاعتي هنا الجزء ده كده، بخليه عند خط الحيطه لان هي دي النقطه اللي هيحصل عندها انقسام الصوره او هيحصل عندها حركه الصوره. اوكي انتر. تمام كده بقى ده الجزء ده من الصوره اللي هو هيتحرك اللي هي الصوره اللي فوق. هجيبها هنا هعمله موازي للحيطه عندي، واخد النقطه الثانيه هعملها برده موازيه للحيطه عندي. اوكي كده يبقى ده الجزء بتاع الصوره اللي هنا. طيب انتر. تمام كده بقى عندي الصوره ليها جزئين، في جزء اللي هو جه على الحيطه وفي جزء اللي تحت. اللي هعمله ان انا هقف على كل جزء فيهم وهدلت النص التاني، بمعنى هاجي على النص اللي تحت دهوت هعمل سيلكشن من هنا باستخدام البوليجون لاسو تول. دي بتخليني اقدر اعمل سيلكشن في الشكل اللي انا عايزه. هعمل هنا ده اللي هي الجراوند لاير. اوكي المهم ان انت بس الشكل تقفله عشان يعمل لك السليكشنز، وبعدين هعمل ديليت خلاص فالجزء اللي تحت ما بقاش موجود. بعد كده بعمل كنترول دي عشان اشيل السليكشن بتاعتي، وبروح على الجزء اللي فوق انا مش عايز الباقي بتاعه اللي تحت، فبختار برضو اللاسو تول وبروح على الخط اللي هو ما بين الصورتين، خط الحيطه اللي هو فاصل ما بين الجزئين عندي. اوكي انا مش محتاج الجزء اللي تحت دهوت. اوكي وبعمل له ديليت. تمام كنترول دي كده بقت عندي صوره ريفلكتد او
الايفكت بتاع الصوره ان هي ريفلكتد على الحيطه اوكي كده، او الشادو بتاعها. في ايفكت صغير ممكن نعمله، نستفيد بكام ثانيه اللي معانا فاضلين عشان نعمل لكم الفيديو شورت. برضو ممكن اعمل نفس الخيار اللي انا عملته دهوت هنا، بختار كده باستخدام اللاسو تول، اوكي، وبعمل له انفيرجن كنترول شيفت اي كده، انا بعكسته خطرت الجزء اللي بره، وبختار الباك جراوند لاير بتاعتي، وبختار الفيلينج، وبختار في الفيلينج كولر مثلا زي جراي زي كده، وبقول له اوكي، وبملى الجزء دهوت، فكأن الجزء اللي هو اوتسايد الاضاءه بتاعتي كأنه جراي. طبعا ممكن تتحكم في الاوبيستي بتاعته زي ما انت عايز من هنا، حسب ما انت عايز حجم الفيلينج يبقى قد ايه، وتقدر ان انت يو كان تيرن ات باك. تمام كده، فكده اديتك كأن انت عامل الاضاءه بتاعتك بس في الجزء ده. طبعا الاوبيستي بتبقى 100% ما بتدينيش الايفكت الكويس قوي، بس ممكن نقللها. اوكي كده، اي هوب ان اتعلمت معلومه كويسه في موضوع الظل، ازاي تقسم الظل ما بين مستويين على زوايا مختلفه. اشتركوا في المحطه، فعلوا زر الجرس، ونشوفكم في فيديوهات جايه. وفوتوشوب سهل بالعربي.